تقول: لقد كنت مريضة ولي ولد صغير في سن الرضاعة، نمت في الليل ونومت ولدي معي بجانبي وكان بأتم الصحة والعافية، لكنني أنا كنت أحس بالمرض من قبل نومي. نمت ونومت ولدي كما قلت معي في الفراش، ولم أشعر بنفسي ولم أذكر ولدي لأنني كنت كما قلت مريضة، حتى جاء زوجي بعد أن صلى الجمعة صبيحة يومه وسألني عن أين ولدي، فقلت له لا أعلم، فذهب هو بنفسه إلى الفراش فرفع اللحاف عنه فوجده قد مات تحت اللحاف. هل علي صوم يا فضيلة الشيخ أم ماذا يجب علي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان مات بسبب وضع اللحاف على وجهه وأنت التي وضعت هذا اللحاف عليه، فإن عليك الكفارة، لأنك تكونين متسببة في وفاته، فيكون عليك الكفارة عتق رقبة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين، لأنك متسببة في قتله. نعم.